الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بقيتي احسن؟ ربنا يخليك. بقيتي احسن دلوقتي؟ اه بكتير، ربنا يخليك. شكرا. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا قلت هتطولي عن كده. طب ما كنت تقفليهم شهر وتاخدي مرتبك فور فري. ما هو لو تعبت النهارده ان شاء الله هعمل كده. انا اعتمدت الاجازه بتاعتك من الهيد اوفيس. شكرا. ولو تعبانه ولسه حاسه انك عايزه ترتاحي قدمي على اجازه تانية وانا همشيها لك. لا انا مش هحتاج اجازات تانية، خلاص انا هستقيل. تستقيلي ده ايه؟ لا طبعا. وانت لحقتي؟ معلش هي حاجه نفسيه كده، انا بجد مش قادره. معلش خدي وقتك، على الاقل ترجعي شغلك وانت مرتاحه. حتى ممكن تبقي تروحي فرع تاني، ولو ان دي حاجه يعني مش هتخلينا مبسوطين. انا مش متضايقه من اشخاص، انا فكره الوظيفه نفسها بقت موتراني. خدي وقتك وفكري وانت هاديه. انا هاديه وبقول لك انا عايزه استقيل. انا رافض استقالتك دي، ومن حقي على فكره. على الاقل خليكي معانا لحد ما نلاقي حد يبقى مكانك. ايه هتسيبيني محتاس؟ لا ما يرضنيش، بس بجد دور على حد مكاني لو سمحت. ماشي، ولحد ما تسيبينا لو حصل لك مشكله مع اي حد تجيلي فورا، ما تحتكيش بحد. ماشي شكرا. اتفضلي. بعد واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.